تمضي دول أوروبية عدة قدما في تخفيف قيود كورونا المستجد. إيطاليا تبدأ اعتبارا من اليوم في وقف العمل بإلزامية وضع الكمامات في الهواء الطلق، فيما لم يعد وضعها إلزاميا في الأماكن الخارجية الإسبانية منذ السبت الماضي. وقبل القرار الإسباني بترحيب واحتفال من عشرات الأشخاص في ساحة بويرتا ديل سول بالعاصمة مدريد، فيما فضل البعض الآخر المحافظة على ارتداء الكمامة حرصا على سلامتهم. وسيسمح للأشخاص بالتنقل دون الحاجة إلى ارتداء الكمامة مع وجوب الحفاظ على مسافة متر ونصف بينهم. وكانت إسبانيا سمحت بدخول السياح الذين تلقوا اللقاح المعتمد من الاتحاد الأوروبي إلى أراضيها من دون الاستظهار باختبار كوفيد أو إجراء الحجر الصحي. ورغم القلق العالمي الشديد بسبب متحورة دلتا المنتشرة في أكثر من 80 بلداً على الأقل، سارعت في الآونة الأخيرة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأيسلندا وفرنسا والدنمارك واليونان وكوريا الجنوبية أيضاً، سارعوا جميعا إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية وإلغاء إلزامية وضع الكمامات. معنا عبر الاتصال المرئي من إشبيلية بشير محمد لحسن، مؤسس ورئيس تحرير موقع إسبانيا بالعربي وباحث بجامعة إشبيلية الإسبانية. أهلا وسهلا بك معنا سيد بشير. يعني بداية نتحدث عن قرار رفع الكمامة في إسبانيا الذي دخل حيز التنفيذ يعني منذ قرابة تقريبا الأسبوع، كيف قوبل هذا القرار شعبيا وسياسيا؟ تحية صباحية عطرة لكما ساندي وأسامة ولمشاهديكما الكرام. في الحقيقة القرار قوبل بارتياح كبير جدا من طرف المواطنين الإسبان كما هو متوقع، لأنه إزالة الكمامة في الهواء الطلق هو قرار لابد وأن يقابل بارتياح كبير، لكن لم يخلو القرار من بعض الجدل على الصعيدين السياسي والطبي من جانب المختصين. على الصعيد السياسي، القرار أعلن عنه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دون التشاور والتنسيق مع الأقاليم الإسبانية. وكما تعلمون إسبانيا هي مكونة من 17 إقليما، منذ حوالي 30 سنة تم نقل صلاحيات وزارة الصحة المركزية تقريبا إلى كل الأقاليم، وبالتالي تم تشكيل منذ بداية كورونا لجنة مختصة من الأقاليم ووزارة الصحة المركزية منوطة باتخاذ كل الإجراءات ذات الأهمية الكبيرة مثل نزع الكمامة وغيرها. كان يفترض أن يتم التشاور مع الأقاليم، لأنه الأقاليم ليست في وضعية وبائية متماثلة. هناك أقاليم بها حالات مرتفعة وأخرى بها حالات منخفضة، والإعلان جاء من طرف رئيس الحكومة دون التشاور مع هذه الأقاليم. طيب سيد بشير، كيف تفسر، نعم، قبل موضوع الصعيد السياسي سنعود للحديث عنه من زاوية أخرى، ولكن كيف يتم تفسير، نعم، الحديث عن انتشار متحور الدلتا في مختلف دول العالم ودول الاتحاد الأوروبي تقوم بتخفيف الإجراءات؟ صحيح، هذا سؤال مهم جدا. وحتى قبل ينتشر بشكل كبير جدا متحور دلتا، فيروس كورونا بنفسه من المتحورات الأخرى سواء البريطانية أو البرازيلية أو الجنوب إفريقية كانت موجودة بكثرة في إسبانيا، إلا أنه المختصون يؤكدون أنه الآن على الأقل في الحالة الإسبانية والدول المجاورة كإيطاليا وفرنسا وغيرها انتقل بعد انتشار عمليات التطعيم بشكل كبير جدا، انتقلت الإصابات وانخفضت من كبار السن إلى الشباب. الآن في إسبانيا بشكل خاص الإصابات تنتشر بشكل كبير جدا بين الشباب، وهو بين مزدوجتين، ما لا يدعو لكثير من القلق، لأنه الشباب له صحة أكبر من كبار السن ويستطيع أن يقاوم الفيروس. ودليل على ذلك غرف العناية المركزة هي الآن تتنفس السعداء مقارنة بالأشهر القليلة الماضية. هذا القرار لم يخلو من الجدل بهذا الخصوص تحديدا، لأنه إسبانيا فتحت الحدود على مصراعيها أمام السياح والراغبين في دخول البلد، ومع ذلك خففت من القيود. بالتالي ربما يكون قد امتزج هنا السياسي بالصحي بالسعي لكسب أصوات أو ثقة الناخبين أو محاولة كسب ود الشارع الإسباني من خلال إجراءات يتفق معها السياسيون، لكن المختصون في الأوبئة لا يرون بأن الوقت مناسب جداً.
طيب يعني سيد بشير، بما أنك ذكرت أن المختصون يرون أن هذا الوقت ليس وقت جيد جدا، ربما هناك مخاوف بأن إسبانيا قد تسرعت بعض الشيء في اتخاذ هذا الإجراء بعد التقارير التي ذكرتها المثيرة للقلق من انتشار سلالة دلتا في دول العالم، كيف ستتصرف اليوم الحكومة الإسبانية برأيك؟ في الحقيقة هناك نموذج سابق، الصحافة الإسبانية بعد إعلان رئيس الحكومة أن يوم 26 يونيو حزيران سيكون آخر يوم يضع فيه الإسبان الكمامة في الخارج، الصحافة الإسبانية بدأت تذكير أن هناك دولة أخرى كانت قد اتخذت نفس الإجراء وأوردت تقارير من إسرائيل تحدد كيف أن إسرائيل اضطرت للتراجع عن هذا الموضوع، ورغم أنه تم يعني ليس فقط في الخارج في إسرائيل ولكن حتى في الداخل ذكرت الصحافة الإسبانية تقارير من أنه تم التخلص من ارتداء الكمامة، لكن في النهاية اضطرت إسرائيل للتراجع عن هذا القرار وإعادة فرض الكمامة مجددا. لم تستبعد الصحافة الإسبانية أن تضطر إسبانيا إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة، لأنه في الحقيقة هي خطوة سياسية كانت بامتياز وليس من طرف المختصين الذين انتقدوها، لكن على أي حال المختصين في خلال فترة الوباء ينتقدون أي إجراء من مثل هذا الإجراء حتى ولو نعم. أنه كان هناك عدد أقل من الحالات، فهذا هي وظيفة المختص الذي ينظر الأمور من زاوية صحية بحتة. نعم، إذا ما أخذنا الموضوع بعيدا عن السياسة والجانب الصحي، هناك رغبة عارمة لدى كل شعوب الأرض أن تتخلص من الكمامة. في إسبانيا كيف كانت ردود الفعل في الشارع؟ نعم، ردود الفعل تفاوتت، يعني في البداية كان هناك بطبيعة الحال ردود فعل إيجابية، والتقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الإسبانية تتحدث عن فرحة عارمة وسط الإسبان لتخلصهم من ارتداء الكمامة في الخارج، خاصة وأنه إسبانيا وعموم الشعوب المتوسطية جنوب المتوسط في إسبانيا وفرنسا واليونان والبرتغال هي شعوب معروفة بكثرة الاحتفالات وكثرة الخروج للشارع، وإسبانيا هي بلد سياحي بامتياز، وبالتالي هناك أجواء مشمسة، هناك أجواء رائعة في الخارج يريد هؤلاء التمتع بها وأن لا تحرمهم الكمامة منها. هناك ارتياح كبير جدا بطبيعة الحال على الصعيد الشعبي، لكن لم يخلو الأمر أيضا من بعض الطرافة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعض المواطنين نشروا مقاطع فيديو وصور تؤكد حتى أنه بعض الفيديوهات تحول تريندينج توبيك هنا في إسبانيا، تشير إلى أن رئيس الحكومة ويتحدث كشخص كوميدي في هذا المقطع، يشير أن رئيس الحكومة أقر هذا القرار فقط لأنه هو وسيم وفكر في الوسيمين مثله ولم يفكر في الناس الذين وجوههم ليست وسيمة، الآن كانت لديهم حيلة للتخفي بالكمامة، الآن انتزعت عنهم هذه الحيلة ولم يعد لهم سوى مواجهة الشارع بوجوههم الحقيقية. كذلك تم الحديث عن متلازمة الوجه الفارغ، ربما المختصين في علم النفس في إسبانيا أشاروا إلى أنه ليس من السهولة التخلص من الكمامة بعد أكثر من سنة وهي ترافقنا، قالوا أن هناك متلازمة تسمى متلازمة الوجه الفارغ، يشعر الإنسان أن هناك شيء ما ينقصه، أن هناك شيء ما اعتاد عليه طيلة سنوات، وبالتالي قد تسبب لدى بعض الأشخاص، ليس كل الأشخاص، رهاب اجتماعي أو رفض للخروج للخارج بدون الكمامة. كذلك لا يمكن أن نفوت فرصة الحديث عن هذا الموضوع، أنه في إسبانيا بدأ البعض ينظر بأقل غرابة أو على الأقل يقول أنه الآسيويين الذين كانوا يأتون إلى إسبانيا قبل ظهور الوباء ويضعون الكمامة حتى قبل أن يعرف الإسبان الكمامة، كانوا يستغربون الإسبان كيف لهؤلاء الأشخاص يضعون الكمامة. الآن انتهى هذا الاستغراب، وبعض الإسبان يرفض التخلص من الكمامة ويقول أنه سيواصل ارتدائها في الشارع حتى ولو سيد بشير محمد لحسن، يعني شكرا جزيلا لك على هذه التغطية الشاملة والكافية والوافية، كنت معنا من إشبيليا، مؤسس ورئيس تحرير موقع إسبانيا بالعربي وباحث بجامعات إشبيليا الإسبانية.